أهلا وسهلا بكم أيها المستمعين والمستمعات والمشاهدين. نحن نعلمكم اليوم درس واحد من الدروس من التوراة التي تعطينا 7 وصايا بني نوح، هي إجبارية لكل البشر، لكل فرد في هذه الدنيا. أنتم تعلمون أن كل إنسان في كل محل في كل دولة له رقم هوية، وكل دولة تختلف من الدول الباقية في رقم هوياتها، ولكن الهوية الإلهية هي في جسم الإنسان موجودة، الرقم الإلهي موجود في البصمة. أنتم تعلمون أن البصمة الإنسان هي لنفسه فقط، وكل الناس في المليارات الناس موجودين في هذه الدنيا كل إنسان له ملف عند الله تعالى. فلذلك الله تعالى عندما أوصانا أوصى كل البشرية بحفظ والعمل على حسب 7 الوصايا الإلهية التي أنزلها الله تعالى لبني نوح ولموسى رسول موسى من بعده، فإن هذه الوصايا لازم كل إنسان يعترف بها ويعمل بها. أول وصية الإيمان بالله تعالى والتوحيد، اسمي ولا خالق من قبلي ولا من بعدي ولا أي قوة، فقط القوة الإلهية الله تعالى سبحانه وتعالى. ثانيا النبذ الوثنية، لا يمكن الإنسان يأخذ قطعة من الحطب ويعملها فسلا ويعبدها، هذا يكرهه الله تعالى. ثالثا أن يكون في هذه الدنيا الحكم الصالح على يد الحاكم والشهود العيان على كل شيء حتى يحاكم بصورة صادقة. فلذلك لازم يعمل إنسان المحاكم في هذه الدنيا ليكون بريء من أي ذنب على اضطهاد الناس، ومن يضطهد أي إنسان يجازى على هذا. رابعا أن لا تقتل نفس الإنسان لا في اليد ولا في اللسان، ومن يقتل الإنسان الله والأرض تلعنه، والله سيجازيه في جهنم، عظامه تحترق في جهنم إلى الأبد الأبدين. ولا تقول أنا جئت باسم القرآن الله أكبر وتقتل الناس الأبرياء. الناس يمكنهم أن يحاكموا، والمحكمة هي تقول من يقتل، من زنب، من عمل ذنب يجبر أن يقتلوه بهذا الشكل. فلذلك من يقتل الإنسان سيعاقب على يد الله، ولا تقول إنني جئت باسم السياسة أو باسم الأرض أو باسم أي مبرر آخر. والوصية اللي بعدها لا تزني، لازم تحترم عرض كل إنسان وخاصة النساء، وحتى لا تزني لا مع أي امرأة ولا مع أي بهيمة ولا مع أي شخص مثلك المثاليين أو غضب الله عليهم. وكذلك السرقة، إنما إن الإنسان يسرق فهو لا يعترف بالله تعالى بما أعطاه ولا يكتفي بما أعطاه، وهو يسرق فهو يسرق الله تعالى. وأخيرا أن الإنسان يحترم الحيوانات ولا يأكل إلا ما جاز أن يذبح ويأكل منه بحلال. فلذلك هذه الوصايا 7 التي الإنسان لازم يحترمها، ويحترم التوراة، ويحترم الأنبياء الحق الذي جاءوا إلينا بهذه التوراة. وشكراً.